عباد الله رض الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أتحدث عن العزيمة القوية والإرادة الكبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن الوهن والضعف لم يعرف طريقا إلى قلبه. وضربت مثالا على ذلك بغزوة أحد التي كان النصر فيها في بدايتها مع أهل الإيمان، ثم وقع بعد ذلك عليهم ابتلاء من الرحمن، ومع كل ذلك وبعدما أصيب أهل الإيمان ببعض الانهزامية في هذه المعركة حيث قد قتل الكثير وجرح الكثير حتى جرح نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ولأول مرة يموت من أصحابه هذا العدد الكبير ويجرح بين ناظريه هذا الكم الهائل، إلا أنه مع كل ذلك بدأ يعيد تنظيم صفوفه صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه مع كل ذلك وأمرهم أن يتوجهوا إلى قرية يقال لها حمراء الأسد كي يلحقوا بالمشركين هناك، وحتى تعلم الدنيا أن هؤلاء الرجال لا تفت في عضدهم هذه المواقف، فهم وإن أصابهم شيء من القرح أو الشدة أو الضيق فهي مسألة وقتية تنتهي ولها أسبابها، فيها من التمحيص والابتلاء ما فيها، ولكن العمل هو الذي يوضح موقف الإنسان ويبين شأنه وهيئته. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من دفن أصحابه ودماء الكثير منهم تنزف يأمرهم أن يتوجهوا إلى قرية يقال لها حمراء الأسد، وهم في هذا يذهبون لملاقاة المشركين يلحقون بهم، وهذا عمل عسكري رائع يدل على قوة وعزيمة وطموح وهمة، وقد أثبت ذلك لأهل الشرك والكفر وقتئذ أن المسلمين قوة، وأن ما وقع بهم لن يمنعهم بفضل الله عز وجل عن مواصلة مسيرهم. وعندما رأى المشركون ذلك، عندما رأى المشركون خروج أهل الإيمان وملاحقتهم والسعي وراءهم، هم الذين خافوا على أنفسهم وفروا هاربين أمام المؤمنين، وقد أنزل الله عز وجل في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم الدين يبين هذا الحدث وذلكم الموقف العظيم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح صلى الله عليه وسلم. استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بهم الصحابة من بعد ما أصابهم القرح الشدة والكرب الذي وقع بهم قبل أيام في غزوة أحد. هؤلاء الذين آمنوا
هؤلاء الذين أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يوجد رجال اليوم كهؤلاء الرجال الذين وقفوا هذه المواقف؟ نأمل ونتطلع إلى أن تكون في مجتمعاتنا المعاصرة مثل هذه النماذج القوية الرائعة. أخبروني إخواني بالله عليكم، قوم قد أصيبوا في معركة بهذه المصائب ومع ذلك لم تشغلهم أنفسهم بما أصابهم وما جلسوا في بيوتهم أو ديارهم، وإنما خرجوا لملاحقة عدوهم، وكان هذا بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إنه الإمام، إنه القدوة، إنه المعلم الذي كان على عزيمة قوية رائدة كان يسير بها بفضل الله عز وجل إلى أن حقق الله عز وجل له النصر الذي يريد صلوات الله وسلامه عليه. أمة الإسلام، إننا يجب أن نستفيد من هذه الأحداث فلا تفتر لنا عزيمة ولا يخيب لنا سعي ولا نرجع القهقرى، بل عزائمنا يجب أن تكون قوية تدفعنا إلى الأمام لنحقق طموحا نسعى إلى تحقيقه، نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة، ويرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. إلى أن ألتقي بكم إخواني الكرام، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله.